أنت أصل المعتقد ذاتك العليا علي صفة الله الأحد أنت نور قد تجلى وقضى الله الصمد عن سواك البيت لم ينشق في الدهر أبد ولقد قال بحق أحمد يوم شهد إيش قال النبي ولقد قال بحق أحمد يوم شهد أنت لولاك لفاطم لم يكن كفوا أحد حيدر يا توأم الحق ويا فخر الأبد يا وصي المصطفى يا وارثا منه الولد كوثرا سبطاه والتسعة أعلام الرشد عد علم الله صلينا على ذكرك لا يحصى العدد تحيرت الأقلام في ليث هاشم صلواتكم ما تناسب ليلة عيد الغدير تحيرت الأقلام في ليث هاشم وما أدركت سر الوصي حروف عجبت لمن ينسى ولادة حيدر على الكعبة الغراء كيف يطوف له انشقت الجدران أي كرامة بها اختصه دون الأنام رؤوف عمل للذي لم تبصر النور عينه فحيدر شمس لم ينله كسوف يصلي على إحدى يديه ملائك وتركع للأخرى قنا وسيوف إمام عليه عند ذكر نبينا تصلي من الرسل الكرام ألوف بارك الله ثانية وثالثة الحديث عن علي صلوات الله وسلامه عليه حديث عن العظمة الحديث عن علي عليه السلام حديث عن الكمال حديث عن بديع صنع الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك يعجز اللسان وتجف الأقلام وتطوى الصحف عن إدراك وصف فضيلة من فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف وقد نوه بعظمته قبل أن يكون وقبل أن يوجد لم تبتدئ العظمة حينما ولد في الكعبة بل ابتدأت عظمته قبل ذلك وكان الخلص يعرفون عظمة علي صلوات الله وسلامه عليه فحينما أقبلت فاطمة بنت أسد تزف البشرى إلى أبي طالب يا أبا طالب لقد رزقت آمنة بولد وجهه كفلقة قمر أسمته محمد الله صل على محمد وآل محمد
قال يا فاطمة أعجبك هذا المولود؟ قالت إي وربي. قال اصبري لي سبتا، والسبت 30 سنة، اصبري لي سبتا سآتيك بمثله خلى النبوة. ومضت 30 سنة وإذا بها تذهب إلى الكعبة الشريفة فتضع علي بن أبي طالب الذي يصغر رسول الله 30 سنة. هناك نوه بعظمته قبل 30 سنة من مولده الشريف، كان الخلص يعرفون. وحينما خرجت فاطمة بنت أسد تحمله، كان الذي قد تلقفه وتولى رعايته وكان ينام في فراش رسول الله علي بن أبي طالب. النبي هو الذي أخذه وهو الذي تكفله. فلما شب عود علي عليه السلام وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يصدع بالنبوة، فنزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كان علي في عمر 12 إلى 13 بعد انتهاء فترة الدعوة السرية لرسول الله صلى الله عليه وآله. فأراد النبي أن يجمع عائلته، يجمع بني هاشم لكي ينذرهم، فقال يا علي اصنع لقومك طعاما، وما عسى ابن 12 أو 13 أن يصنع. فصنع علي قصعة من ثريد وعسا من لبن. صلوا على محمد. قصعة من ثريد وعسا من لبن، اجتمع 40 رجل فمدوا أيديهم بأجمعهم إلى تلك القصعة فأكلوا منها شبعا، وشربوا بأجمعهم من العس ريا، وما نقص من القصعة لقمة واحدة ولا من اللبن شربة واحدة. يد علي يد البركة. فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذرهم وقال من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي، وفي رواية أخي ووزيري وخليفتي من بعدي. فكان علي عليه السلام الوحيد الذي يقوم، فيعرض عنه رسول الله اجلس يا علي. اليوم الثاني يصنعون طعاما ويصنعون لبنا ويدعون نفس القوم ونفس الكلام ولا يقوم إلا علي. في اليوم الثالث يصنع علي طعاما ويدعوهم رسول الله ثم يقوم علي، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت أخي ووزيري وخليفتي من بعدي. فقام أبو لهب ينفض أثوابه يقول لأبي طالب انظر إلى ابن أخيك، لقد أمر ولدك عليك. فكان هذا البيان هو البيان رقم 1 في تنصيب علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين. لم يكن حديث الغدير هو البيان الوحيد أو البيان الأول لرسول الله في بيان منزلة علي، أبدا. فإن أول نص صدر من النبي صلى الله عليه وآله وأجمع على نقله الفريقان في بيان منزلة علي وخلافة علي هو حديث الدار، حديث الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين. هناك مع ما صدع النبي بالدعوة بيّن منزلة علي، هذا البيان رقم 1. وتوالت البيانات وتوالت بيانا بعد بيان
وتنويها بعد تنويه إلى أن كان آخرها أو كان آخرها حديث الغدير. لم يكن هو الوحيد، هو الأخير، آخر بيان هو بيان الغدير من رسول الله في حق علي. وإلا بين البيانين بيانات كثيرة، واحدة منها قضية تبوك. في غزوة تبوك رسول الله صلى الله عليه وآله قرر إبقاء علي عليه السلام في المدينة، والسبب لأن المنافقين كانوا قد عملوا على مؤامرة كبيرة لقلب الأمور في المدينة على رسول الله، لا بد من أن يبقى علي. فتكلم المنافقون، قال بعضهم إن عليا لا يصلح للحرب فتركه النبي، وقال قوم لقد مل النبي عليا فتركه، وقال قوم لقد جبن علي عن القتل والقتال فآثر الجلوس والدعاء. فجاء علي ودمعته قد تحدرت على خده يطلب من رسول الله أن يقبل صحبته، فقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا نقل الخاص والعام. شنو منزلة هارون من موسى؟ ارجع إلى القرآن، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، وفي آية أخرى اجعل لي وزيرا من أهلي. يعني مثل ما هارون وزير موسى، مثل ما هارون شريك موسى في قضيته في رسالته في نبوته، مثل ما هارون أخو موسى، مثل ما هارون بكل هذه المقامات القرآنية من موسى، فعلي عليه السلام من محمد كما هارون من موسى. يعني علي أخو محمد، علي وزير محمد، علي شريك محمد صلى الله عليه وآله. ولهذا من تجي إلى الآيات القرآنية تشوف حيث يذكر النبي يذكر علي. إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هاد، علي بن أبي طالب. أفمن كان على بينة من ربه رسول الله ويتلوه شاهد منه، علي بن أبي طالب. وهكذا حيث يذكر النبي يذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. فعلي بمنزلة هارون من موسى. ووالله أيها الأحبة، لو قيل هذا الحديث في غير علي بن أبي طالب رأيت لرأيت اليوم الدنيا تقوم ولا تقعد في بيان فضل هذا الذي قال في حقه رسول الله هذه الكلمات. لكن المشكلة قيلت في من؟ في علي. قالوا ما بها أي دلالة، علي مني منزلة هارون من موسى، يعني علاقتنا طيبة، علاقتنا طيبة. أقول لك يعني البيانات عموما كثيرة، كان آخرها بيان الغدير، الغدير غدير علي صلوات الله وسلامه عليه. طيب في الغدير ماذا فهم المسلمون من كلام رسول الله؟ طبعا التفتوا أيها الأحبة، هناك قضايا نقلت في صحاح القوم يحتاج أن إحنا نتأمل فيها حتى تكتمل عندنا الصورة. في البخاري وفي صحيح مسلم أوضح، في اليوم التاسع من ذي الحجة، يعني يوم شنو؟ يوم عرفة، رسول الله صلى الله عليه وآله صعد على مرتفع في عرفة وتكلم. شنو قال؟ قال خلفاء أمتي من بعدي الخلفاء فيكم 12. شو يقول الراوي؟ ما كمل، يقول وصارت بلبلة، ما عرفنا شنو النبي قال، كأنه قال كلهم من قريش.
هذا من طرقهم. من طرقنا النبي صلى الله عليه وآله في تاسع عرفة استغل اجتماع المسلمين فذكر أسماء الأئمة واحدا واحدا، ولكن صارت بلبلة وضجة، مو يقول ضجة، صارت بلبلة وضجة للتغطية على صوت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المنافق، فما استطاع أن يوصل النبي المعلومة بشكل كامل إلى الجميع. فيوم 18 لما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، اللي واجهته من الاعتراض في تاسع عرفة ما راح تواجهه هنا، ما حد راح يقدر يغطي على صوته، الأرض مفتوحة والناس ستجتمع والله يعصمك، أكو تدخل غيبي إلهي. فصعد النبي صلى الله عليه وآله آخذا ببضع ابن عمه مناديا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. شنو فهم المسلمون من هذا الكلام؟ واحد من الموجودين حسان بن ثابت، حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله، نسأل حسان أنت شنو فهمت؟ حسان من شاف النبي مبتهج وقد قال هذه الكلمات في حق علي، قال له يا رسول الله ائذن لي عندي أبيات حضرتني أريد أنظمها في هالمناسبة، تأذن لي؟ قال له تفضل. حبذا صعد، شنو ينادي؟ يقول يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا فقال فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا ولا تجد منا لك اليوم عاصيا. اسمع، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، هناك دع اللهم والي وليه وكل الذي عادى عليا معاديا. حسان افتهم هالشكل، أن أجي بعد 1400 سنة حتى أجي أقول لا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني أنا أحب عليا فأحبوه. حسان افتهم غير، ليش ما ناخذ بفهم حسان؟ حسان مو صحابي؟ صحابي، وهاي مو أبياته؟ أبياته، وموجودة في كتب الفريقين. ليش أضرب بفهم حسان عرض الجدار ولم يعترض عليه النبي؟ مثلا قال لحسان اسكت لا تزيد، شنو رضيتك من بعدي إماما وهاديا، أنا قلت مولا من كنت مولا فهذا علي مولا، أحبوا علي. ما فهم حسان ذلك، المسلمون الذين جاءوا يسلمون على علي قالوا له بخن بخن لك يا علي، أصبحت اليوم مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن، بل فضل علي بلغ إلى درجة لم يستطع أعداء علي أن ينكروا فضله، ما استطاعوا. أكتفي بهذه القضية وأختم إن شاء الله. شوفوا أحبتي، يقولون عمرو بن العاص لما أقبل إلى الشام اعتزل معاوية في بدء الأمر، يعني ما دخل عليه القصر ما سلم عليه، تدري أنت علاقتهم وطيدة، استغرب معاوية أن يهجره عمرو بن العاص، شيء غريب، هو معاوية يحتاج إلى ابن العاص كثيرا تدري، لأن دهاء. فكتب إليه ما سبب إعراضك عنا؟ فأرسل إلى رسالة عمرو بن العاص فيها بيتين من الشعر، قال لمعاوية لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، إذا تريد أجيك يعني راح أعطي ديني، أنا ما أعطي ديني،
لازم في المقابل أول دنيا، فإن تعطني مصرا فأربح بصفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. قال لك مصر بس تعال، وصار وياه. ومشت الأيام ومشت القضايا، تطورت وصارت الحروب وكذا، إلى أن دس إلى مالك الأشتر السم وقالوا إن لله جنودا من عسل، وصارت مصر خالصة لعمر بن العاص. عمرو بن العاص وصل إلى مصر، قطع الخراج على معاوية، وخراج مصر خراج كبير مو خراج قليل. فكتب إليه معاوية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا وصلتك وأعطيتك مصر، تقطع علي الخير الخراج؟ فكتب إليه القصيدة المعروفة بالجلجلية. شنو الجلجلية؟ يذكر فيها فضائل علي بن أبي طالب، يقول له أي، يعني مضمون كلام ابن العاص، يقول له أي إحسان هذا أنت متفضل بي علي؟ هو أنت أصلا تقدر من غيري أن تتخلص من علي؟ أنت تعرف من هو علي؟ أنا إلي كل الفضل. يقول له: معاوية الحال لا تجهلي، وعن سبل الحق لا تعدلي، نسيت احتيالي في جلق مكان التحكيم، على أهلها يوم لبس الحلي، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها لك يوم الهياس كلبس الخواتيم للأنمل، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل، فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي؟ هذه قصيدة عمرو بن العاص، طبعا هي قصيدة طويلة، هذه أبيات مقتطفة. لم يستطع أحد أن ينكر فضل علي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أن هكذا ظلامة بهذا الوضوح، بهذا النص الصريح من رسول الله، وبهذا الإقرار من المسلمين في مقام علي، بمثل هذه الصراحة من رسول الله والوضوح عند المسلمين، بقدرها يزوى الأمر عن علي سلام الله عليه. هكذا الدنيا هي المقادير تجري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حالي، يوما تريك خسيس القوم ترفعه إلى السماء ويوما تهبط العالي. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أمير المؤمنين وفي الآخرة شفاعته، وارزقنا اللهم الثبات على ولايته والتمسك بحجزته بحرمته، وببركة الصلوات على محمد وآل محمد. ثانية وثالثة: اللهم صل وسلم وزد وبارك على الرسول الطاهر والعلم الزاخر أبي الأئمة الأطهار، وصل على وصيه الإمام العليم والفضل الكريم صاحب حديث الغدير، من جاء فيه النص أنه الأمير أبي شبر وشبير، علي بن أبي طالب غالب كل غالب، سيد المشارق والمغارب، وصي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، جاء في كتب الفريقين ومنها ما رواه النسائي في السنن الكبرى
أنه قال: لما قضى النبي نسكه وقفلا إلى المدينة راجعا من حجة الوداع وانتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم، وكان يوم الخميس 18 من شهر ذي الحجة، نزل عليه الوحي في آية الإبلاغ بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أمر الله تعالى نبيه الأكرم محمدا اللهم صل على محمد وآل محمد، أن أمره أن يقيم عليا علما للناس فيبلغهم بما نزل الله فيه من الولاية وفرض الطاعة على المسلمين، فأمر النبي محمد أمر أن يرد من تقدم منهم وأن يحبس من تأخر في ذلك المكان. قال: ولما اجتمع الناس نودي بصلاة الظهر فصلى بهم، فلما فرغ من صلاته قام خطيبا على أقتاب الإبل وأسمع الجميع قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر نفسه: فصلى عليها، صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم، وأنتم واردون علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين، الأكبر كتاب الله، حبل ممدود، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض إبطيهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: يا أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي محمد إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قالها ثلاثا: من كنت مولاه فعلي، من كنت مولاه فعلي، ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من وأحب من أحبه وابغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل وأدر الحق معه حيثما دار. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم لم يتفرقوا حتى أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفضل الصلاة
أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان. ها تنخون علي لولا خلني نشوف الشباب الآن اجا دوركم. يقول انخا وجرب نخوته علي علي انخا وجرب نخوته غيرة الباري غيرته نظرة الباري نظرته سر الجليل بيمنته والدين قام بهيبته والدين قام بهيبته يا نفس طه المرسلي يا نفس طه المرسلي أنت الأمير والولي أنت الأمير والولي من اجتباه الخالق وللإسلام سابق من الكتاب الناطق من اللسان الصادق باب المدينة العلي باب المدينة العلي يا صاحي دع عنك الهوى يا صاحي دع عنك الهوى كم من صحابي روى نص الغدير ما حوى طوبى لمن منه ارتوى يروى من الحوض الملي يروى من الحوض الملي لا تتعب يوم الغدير في العلن يوم الغدير في العلن قال النبي المؤتمن مولاكم أبو الحسن مولاكم أبو الحسن بخن بخن قيلت لمن بخن بخن قيلت لمن بخن بخن قيلت لمن لم أنكر النص الجلي لم أنكر النص الجلي من بعد طه الأول من بعد طه الأول من شأنه لا يعدل من قال للناس سلوا من في الحساب يسأل من اسمه اسم العلي من اسمه اسم العلي انخا وجرب نخوته انخا وجرب نخوته سر الجليل بيمنته علي 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 رغم الذبح والله رغم الذبح رغم الموت يومية ورغم كل الجروح الساكنة بي رغم حزني وعذابي ونزفي والآهات وذياب الزمان الفزعة علي أنا علي 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 دوم بأذاني ظل ولي الله وتظل روحي لمن ما موت شيعية علي دوم بأذاني ظل ولي الله وتظل روحي لمن ما موت شيعية أنا صك الولاية محصلة بيدي بيوقع علي والزهرة والسبطين وبحبهم هويتي أصبحت ممضية
أنا دارس وفى عند القمر عباس عباس والدارس وفى العباس ناجح مية بيل ود ود سلامي لعد حام النجف على قد اشتياقك لأمير المؤمنين ايش قد حاب تكون ويا الزوار الليلة والله ود 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 سلامي سلامي لعد حام النجف ود الحبيب الوافي ما ينقاس ود اللي يحبك يا ابو الحسنين اش ود ود يكون بحضرتك هاي مسيا والله امي أمي صعبة سمعني صوتك خلي أشوف أمي والله أمي الما يعرف علي الكرار أمي علي بإيجاز نفس النبل الأمي لا عذب الله بيوم لا عذب الله بيوم أمي غذتني الولاية الحال اللهم صل على محمد بل انزال بعلش قد عن رسول الله بلا انزال والله بعلي بعلي شقد عن رسول الله بل انزال اسد ربنا ومنو مثله بالانزال يا ناس عجب والله عجب هالعالي يتقارن بالانزال وين هي الثرى وهو يا الثريا خلص بعد المجلس خلص أخذ حقه أسألك الدعاء بس جاوبني ما تم أنس المحفل إلا بذكرك يا ما ذاق ثغري طعم لفظ كان أحلى من أنا إن شكوت الهم زال الهم باسمك يا وإذا غزتني النائبات هزمتها بك يا أنا لست أعرف للإله وسيلة إلا أنا ما عرفت الله إلا مذ عرفتك يا صرنا الروافض مذ رفضنا حب خصمك يا عابوا علينا قولنا في كل شيء عابوا علينا قولنا في كل شيء يا لم يعلموا أن الإله يحب ذكرك يا حتى النبي محمد مضاق نادى يا مفتاح باب إجابة الدعوات ندبة يا سنظل حتى آخر الأنفاس نهتف يا